السلام عليكم، مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات. درسنا اليوم يتعلق بمستوى الأولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية، مادة الاجتماعيات، مكون التاريخ. هذا الدرس يندرج في إطار المجزوءة الثانية، المحور الثاني المتعلق بالمغرب في مواجهة الأطماع الأوروبية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين ميلادي. الوحدة السابعة والتي هي بعنوان محاولات الإصلاح في المغرب، مجالات الإصلاح ومحدوديتها. من خلال هذا الدرس سوف نحاول أولا تحديد الظروف التي تمت فيها الإصلاح أو الإصلاحات في المغرب، ثم رصد المجالات التي همتها هذه الإصلاحات، وإدراك أهم نتائج هذه الإصلاحات أو أهم ما أسفرت عنه، ثم إدراك دور محدوديتها في التمهيد لفرض الحماية على المغرب. لدينا وثيقة تبين خط زمني عنوانه أشكال الضغوط الاستعمارية على المغرب طيلة القرن التاسع عشر ميلادي. وخلال الدروس السابقة من هذا المحور تطرقتم إلى الضغوط التي تعرض لها المغرب خلال القرن التاسع عشر ميلادي وبداية التغلغل الأوروبي، بحيث أن هذه الضغوط ابتدأت من عهد مولاي عبد الرحمن بن هشام وعهد سيدي محمد بن عبد الرحمن ثم مولاي الحسن. وهذه الضغوط تمثلت في ضغوط عسكرية، أهمها معركة إسلي وحرب تطوان، ثم ضغوط دبلوماسية تمثلت في معاهدة اللامغنية بعد الهزيمة في معركة إسلي، ثم مجموعة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها المغرب مع الدول الأوروبية، واتفاقية الهدنة مع إسبانيا بعد حرب تطوان، ثم مؤتمر مدريد الذي عزز امتيازات الأجانب في المغرب. أمامنا وثيقة هي عبارة عن نص يمكن القول إن إصلاح الجيش المغربي كان أول إصلاح تناول جهاز الدولة المغربية. فبعد موقعة إسلي سنة 1844 بدأت المحاولات الأولى لتجديد الجيش المغربي أيام السلطان مولاي عبد الرحمن الذي امتد حكمه من سنة 1822 إلى 1859، حيث نظمت في عهده بعض فرق من الجيش على نسق نظام الجيش التركي. إذن المغرب خلال القرن التاسع عشر على منذ عهد السلطان مولاي عبد الرحمن بدأ في القيام بإصلاحات. أولا ابتدأت بإصلاحات على مستوى الجيش. الوثيقة الثانية هي عبارة عن نص أسرعت الدول الأوروبية إلى إحداث عراقيل، بل قيود قيدت بها الدولة وحرمتها إمكانية التحرك كما تشاء. فها هي بريطانيا تحرم السلطان حق التشريع في ميدان الجمارك، وها هي إسبانيا تغير على تطوان. نعود هذه الوثيقة الثانية عبارة عن نص أسرعت الدول الأوروبية إلى إحداث عراقيل، بل قيود قيدت بها الدولة وحرمتها إمكانية التحرك كما تشاء. فها هي بريطانيا تحرم السلطان حق التشريع في ميدان الجمارك، وها هي إسبانيا تغير على تطوان وتحتلها وتفرض على المغرب غرامة تركت الدولة مثقلة بديون لمدة ربع قرن. هل يتصور أن هذه الدول تدعه يقوم بأي إصلاح من شأنه أن يقوي الدولة المغربية ضد أطماعها؟ إذن هذه الوثيقة يمكن أن نستنتج بأن هذه الإصلاحات التي حاول المغرب القيام بها وجدت عراقيل من طرف الدول الأوروبية التي كانت لها أطماع في المغرب. إذن هكذا يمكن أن نخلص إلى تمهيد درسنا. خلال القرن التاسع عشر وخاصة في عهد السلاطين عبد الرحمن بن هشام محمد الرابع والحسن الأول قام المغرب بمجموعة من الإصلاحات، لكنها كانت محدودة
بسبب تضافر عدة عوامل على رأسها العراقيل والقيود التي أحدثتها الدول الأوروبية. إذن أسئلتنا حول هذا الدرس ستنطلق من السؤال الأول: ما هي الظروف التي بدأت فيها الإصلاحات بالمغرب؟ ثم ما هي مظاهر هذه الإصلاحات ومجالاتها؟ ما هي النتائج التي ترتبت عنها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة سوف نعتمد المراحل التالية: أولا ظروف بداية الإصلاح في المغرب، بعد ذلك سنتطرق لمظاهر الإصلاحات ومجالاتها، ثم أخيرا نتائج هذه الإصلاحات وأسباب محدوديتها. نبدأ مع المحور الأول: ظروف بداية الإصلاحات في المغرب. لما هي الظروف التي أدت إلى انطلاق هذه الإصلاحات في المغرب؟ النص أمامنا عنوانه هزيمة الجيش المغربي في معركة إسلي سنة 1844. حتى إذا نزل الفرنسيون في الجزائر وانهزم بعد ذلك الجيش المغربي داخل حدوده أمام نفس الفرنسيين، أميط اللسان عن الوضعية الجديدة في بر النصارى، فتجلى آنذاك لا التفوق العسكري فرنسي فقط، بل نية الفرنسيين الواضحة لاستعمال هذا التفوق العسكري لغزو التراب المغربي. وتجلى أيضا أن اهتمام بريطانيا بالمغرب ليس اهتماما مخلصا، إذ كانت قد استفادت هي الأخرى بتفوقها العسكري للشروع في غزو بلاد الصين. لا شك إذن في أن المغرب أصبح منذ إذن عرضة لقوتها أيضا ولقوة غيرها من الدول الأوروبية التي ستسرع في اغتنام الفرصة السانحة. كيف والحالة هذه لا تفرض فكرة الإصلاح نفسها على الحكام كضرورة ملحة مستعجلة؟ إذا من خلال هذه الوثيقة يتضح أن حدث انهزام المغرب في معركة إسلي كان من بين الأسباب التي مهدت أو التي دفعت المغرب إلى التفكير في الشروع في إصلاحات. النص الثاني: ومهما كان الأمر فقد ترسخت لدى السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام وابنه سيدي محمد ضرورة التفكير في شروط وشكل إصلاحات مماثلة لما تم في المشرق، وإن بدرجات مختلفة. لقد طمح إلى تكوين نواة جيش وطني قادر على تعويض قبائل الجيش وجيش البخاري اللذين ظل إلى هذا الوقت أساس الجيش المغربي. خلال الوثيقة الثانية يمكن أن نخلص إلى أن الدولة المغربية من خلال السلطان مولاي عبد الرحمن وابنه سيدي محمد اقتنعوا بضرورة الشروع في إصلاحات، وأولها على مستوى العسكري من خلال خلق جيش حديث لمواجهة هذه الأطماع الأوروبية. إذا نستنتج أن بعد انهزام الجيش المغربي أمام فرنسا في معركة إسلي سنة 1844 اتضح التفوق العسكري الفرنسي، وأيضا نية هذه الأخيرة في استعمال هذا التفوق لغزو التراب المغربي. ترسخت لدى السلطان عبد الرحمن بن هشام وابنه سيدي محمد ضرورة التفكير في إصلاحات على غرار ما تم في المشرق، تبتدئ بتكوين جيش حديث قادر على تعويض قبائل الجيش وجيش البخاري. إذن هذه الظروف التي مهدت للقيام بإصلاحات أو التي أدت إلى الشروع في الإصلاحات في المغرب خلال القرن التاسع عشر ميلادي. نمر الآن إلى المقطع الثاني، والذي من خلاله سنحاول التعرف على مظاهر هذه الإصلاحات ومجالاتها. إذن نبدأ أولا مع أهم الإصلاحات في المجال العسكري الذي كان هو أول مجال يتم به السلاطين. النص أمامنا دور إنجلترا في تزويد المغرب بالأسلحة. اقتصر دور بريطانيا في الإصلاحات العسكرية لسيدي محمد بن عبد الرحمن على الاستمرار في جلب الأسلحة من المصانع البريطانية، ففوض السلطان للتاجر البريطاني فورد جلب المدافع قصد تقوية القدرة الدفاعية لتطوان وغيرها من المدن الساحلية، كما حاول التاجر الإنجليزي كورتيس الذي كان يقيم في الصويرة تزويد المخزن بأصناف من المكاحل والمدافع. أما التاجر الرباطي محمد الدكالي فقد أسندت إليه مهمة جلب المدافع من مدينة ليفربول. من خلال هذا
الوثيقة يتضح أن المغرب شرع في إصلاحات عسكرية أولا عن طريق جلب الأسلحة من دول أوروبية خاصة بريطانيا. النص الثاني استيراد سلطان مولاي الحسن مدافع إنجليزية. قرر مولاي الحسن تزويد طنجة بستة مدافع كبيرة أسند مهمة جلبها من إنجلترا إلى الكولونيل كالواي الذي اقترح على المخزن التعاقد مع مهندس بريطاني لإصلاح أبراج طنجة. كما تم التعاقد مع الطبجيين الذين طلب كالوي جلبهما لمساعدته في تركيب المدافع والإشراف على تدريب المدفعيين المغاربة. الطبجيين هم جنود كانوا متخصصين في المدافع. إذن من خلال هذه الوثيقة نستنتج بأن المغرب استمر في عهد السلطان مولاي الحسن في تزويد المغرب بالأسلحة الأجنبية، كما تم الاعتماد على خبرات أجنبية للمساعدة وتدريب الجيش المغربي. الوثيقة الثانية استقبال بعثة عسكرية فرنسية. حددت مدة إقامة البعثة العسكرية الفرنسية في سنة واحدة قابلة للتجديد، واتفق على أن تكون الأجور المؤداة لأعضاء البعثة حسب الرتبة العسكرية. أقام المدربون والطبيب ليناريس في مدينة وجدة أمام الضباط المتخصص. أما الضباط المتخصصون في المدفعية فقد عينوا إلى جانب السلطان لمرافقته في المحلات. هنا صورتين، الصورة الأولى تدرب على المدفعية، والصورة الثانية هي ليناريس عضو البعثة العسكرية الفرنسية في عهد مولاي الحسن. وثيقتان أيضا، الصورة الأولى تدريب الخيالة، والصورة الثانية تفقد السلطان مولاي الحسن لتدريب المشاة. من خلال هذه الوثائق نستنتج أن أهم الإصلاحات في المجال العسكري تمثلت في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن في جلب الأسلحة من أوروبا وخاصة من بريطانيا لتقوية القدرة الدفاعية لمجموعة من المدن. كما واصل المولى الحسن الأول الإصلاح العسكري باستمرار جلب الأسلحة من بريطانيا، إضافة إلى استخدام أجانب لتدريب الجيش. إذن الميدان الثاني الذي اهتم به المغرب هو الميدان الاقتصادي، وسنحاول التعرف على أهم الإصلاحات في هذا الميدان الاقتصادي. الوثيقة أمامنا هي عبارة عن نص عنوانه بعض إصلاحات السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن في الميدان الزراعي. اهتم سيدي محمد بن عبد الرحمن بالقطن والسكر اللذين كان استيرادهما يكلف المغرب مبالغ هامة، فقام منذ سنة 1860 بتشجيع زراعتهما في منطقة الحوز، وبدأ يفكر في تصنيع جزء منهما، فاشترى سنة 1861 من إنجلترا الآلات الضرورية لذلك، وتم إعداد بنايات ضخمة في مراكش لوضع هذه الآلات، وأمر بالتفكير في توسيع زراعة القطن في مناطق أخرى، وصار يشجع الفلاحين بمدهم بالبذور، بل واشترى من بلجيكا آلة جديدة للحرث، وفي موغادور أنشأ مصنعا لصناعة الورق. إذن من خلال هذه الوثيقة يتضح لنا اهتمام السلطان محمد بن عبد الرحمن بأنواع زراعية جديدة مثل زراعة القطن والسكر، واهتمام ببعض الصناعات مثل صناعة الورق. الوثيقة الثانية جاء في رسالة السلطان مولاي الحسن إلى النائب محمد برقاش بتاريخ 10 رجب 1299 الموافق ل 28 ماي 1882، منها آثار السلطان محمد بن عبد الرحمن معمل السكر الهائل الضخم البناء المحكم الوضع الذي أحدثه بأخريات جنان أقدال بمراكش الحمراء، وأنفق في بنائه أموالا طائلة وجلب إليه العملة وما يتوقف عليه صنع ذلك من الأواني والآلات، وأمر بغرس القصب الحلو أي قصب السكر واستنباته وتهيئة المزارع الطيبة له، وأتى بمن يحسن عصره من أوروبا بأجور عظيمة. ولما عجز أولئك الأوروبيون المجلوبون جلب الصناع المهرة من مصر. إذن من خلال هذه الوثيقة
يمكن أن نستنتج اهتمام السلطان محمد بن عبد الرحمن أيضا بصناعات جديدة مثل صناعة السكر، وأقام مجموعة من المعامل لهذه الصناعة وجلب مختصين فيها. أمامنا جدول يبين نماذج من الإصلاح الاقتصادي. يبين لنا هذا الجدول وهو يغطي الفترة الممتدة ما بين سنتي 1849 و 1892 مجموعة من الإجراءات التي قام بها المغرب من أجل الإصلاح الاقتصادي، مثل بناء أسواق، إقامة طاحونة طراحة بطنجة، بناء منار أشقار، بناء معمل للسكر بمراكش سنة 1868، بناء مون مرسى طنجة، بناء منار سبارتيل بطنجة، وبناء حائط كسر أمواج مرسى الدار البيضاء. إذن مجموعة من الإجراءات من أجل دعم القطاع الاقتصادي في المغرب وتأهيل الموانئ وترميمها دامت من 1849 إلى سنة 1892. الوثيقة الثانية عبارة عن نص استغلال المعادن. لقد كتبنا لك مرارا بإشهار معدن الفحم وتجديده والشروع في خدمته باسم المخزن، أي الحكومة المغربية، واستخدام البابور المشترى على يد ولدك والماكينات التي هناك منه وعليه، فاسرع على بركة الله في خدمته بالفعل من غير تواني أي تهاون. خلال هذه الوثيقة يتضح لنا اهتمام باستخراج معدن الفحم. الجدول التالي يبين جوانب من الإصلاح النقدي في عهد السلاطين العلويين انطلاقا من السلطان عبد الرحمن بن هشام إلى مولاي الحسن، حيث قام السلطان عبد الرحمن بن هشام بمجموعة من الإجراءات مثل زيادة في حجم فلوس النحاس والبرونز وتحديد قيمة الريال الإسباني. السلطان محمد بن عبد الرحمن قام بإصدار ظهير 8 شوال 1285 الموافق ل 22 يناير 1869 الذي جعل قيمة المثقال تساوي 10 دراهم كما كانت في عهد سيدي محمد بن عبد الله ومولاي إسماعيل. بالنسبة للسلطان مولاي الحسن قام بتأسيس ماكينة فاس لسك نقود النحاس وضبط أسعار الصرف وقام بضرب النقود بباريس. الوثيقة الثانية نص يبين الإصلاح المالي. وقد بدأت محاولات الإصلاح النقدي في القرن 19 بالتجديد الذي أجراه مولاي سليمان لسعر الريال الإسباني ومساوته بالمثقال المغربي، وجعل سيدي محمد بن عبد الرحمن الريال يساوي 32 أوقية، وتوصل السلطان مولاي الحسن إلى نوع من التجديد في الإصلاح وذلك بضرب النقود بأوروبا سنة 1881. من خلال هذه الوثائق يمكن أن نخلص إلى أهم الإصلاحات في الميدان الاقتصادي خلال القرن 19 ميلادي، حيث أولا شجع السلطان محمد بن عبد الرحمن زراعة القطن وقصب السكر وتصنيع جزء منهما محليا واقتناء الآلات الفلاحية من إنجلترا ومد الفلاحين بالبذور. ثانيا قام أيضا السلطان بخلق صناعات جديدة عن طريق بناء معامل السكر والنسيج وصناعة الورق، وأيضا الاهتمام بالموانئ وترميمها مثل ميناء طنجة وميناء الدار البيضاء واستغلال مناجم الفحم. وفي مجال النقدي قبلت الدولة المغربية تداول النقود الفرنسية والإسبانية داخل البلاد، وحاولت الرفع من قيمة العملة الوطنية، كما أنشأت دار السكة بفاس وعملت على ضبط صرف النقود الوطنية. هكذا سنمر إلى الإصلاح الثالث وهو الإصلاح الذي هم مجال الإدارة. أمامنا نص عنوانه إصلاح الإدارة المغربية حسب إنجلترا، وكان جون دارمون نمر الآن إلى الإصلاحات التي همت مجال الإدارة. الوثيقة أمامنا هي عبارة عن نص عنوانه إصلاح الإدارة المغربية حسب إنجلترا، وكان جون دراموند هاي قد تكونت لديه فكرة عن طبيعة الإدارة المغربية بحكم تعامله اليومي مع موظفي المخزن وممثليه.
وكانت المفاوضات التي جرت بينه والسلطات المخزنية في الفترة الممتدة بين 1853 و1856 فرصة لاحتكاكه عن قرب بدواليب الجهاز المخزني وأطره على اختلاف مستوياته قبل أن يتوصل إلى إبرام معاهدة 1856. ويمكن التمييز في الدعوات الإصلاحية التي وجهتها بريطانيا للمغرب حتى سنة 1886 في الميدان الإداري بين دعوات إصلاح شؤون المراسي وأخرى لإصلاح نظام السلطات المحلية وثالثة لإصلاح الجهاز المخزني في مستوياته العليا. من هذه الوثيقة يتضح مجموعة من الدعوات الإصلاحية التي دعت بريطانيا المملكة المغربية لاتخاذها سواء على مستوى شؤون المراسي أو على مستوى السلطات المحلية أو على مستوى الجهاز المخزني. أمامنا أيضا جدول يبين جوانب من الإصلاح الإداري على عهد السلاطين عبد الرحمن بن هشام محمد بن عبد الرحمن ومولاي الحسن. ونلاحظ أن السلاطين الثلاث قاموا خلال القرن التاسع عشر بمجموعة من الإصلاحات تهم تحديث وإصلاح الإدارة المغربية. النص التالي يبين إصلاح الإدارة المغربية حسب إنجلترا. بلغ لعلم السلطان الواقع في مراسيه من الفساد وكثرة الكونتربوند بمعنى التهريب، واقتضى نظره الشريف العزم على جعل أمناء من أهل الجد والصدق ليكونوا مكلفين بقبض الداخل في المراسي. وهكذا تم تعيين مجموعة من أمناء المراسي لضبط الجمارك ولضبط الضرائب المستوفات في الموانئ. والجدول أمامنا يبين تعيين أمناء المراسي في عهد سيدي محمد سنة 1862، ونلاحظ مجموعة من الأسماء في مختلف المراسي المهمة بالمغرب خلال القرن التاسع عشر ميلادي. إذن يمكن أن نستنتج من خلال هذه الوثائق أن أهم الإصلاحات في مجال الإدارة تمثلت في تأسيس السلطان عبد الرحمن بن هشام لدار النيابة التي ضمت السفراء والقناصل بطنجة، وحدد السلطان محمد بن عبد الرحمن مهمة الصدر الأعظم التي تمثلت في الشؤون الداخلية، كما أحدث وزارتي الدفاع والعدل، وأضاف خلفه السلطان الحسن الأول وزارتي المالية والشؤون البرانية بمعنى الخارجية. في نفس الوقت أحدث القيادات الصغرى. عينت الدولة أيضا أمناء في المراسي وخصصت لهم أجورا وفرضت عليهم مراقبة شديدة لمحاربة الرشوة والاختلاس. المجال الرابع الذي شمله الإصلاح هو مجال التعليم. لدينا وثيقتين تبينان تأسيس مدارس، مدرسة المهندسين بفاس والمدرسة الحسنية بطنجة، ثم جدول ليمثل بعض أفراد البعثة الطلابية المغربية إلى إيطاليا سنة 1888، وشملت مجال تخصص مجالات متعددة. إذن يمكن أن نستنتج بأن أهم مجالات الإصلاح أهم مظاهر إصلاح في مجال التعليم تمثلت في تأسيس الدولة المغربية لمدارس عصرية مثل مدرسة المهندسين بفاس والمدرسة الحسنية بطنجة لتلقي العلوم الحديثة كالحساب والهندسة والجغرافيا واللغات سواء العربية أو الأجنبية والمبادئ الدينية الأولية، كما خصصت منحا ومكافآت للطلبة المتفوقين وأرسلت بعثات طلابية إلى أوروبا. نمر الآن إلى المحور الثالث، و من خلاله نتطرق إلى نتائج الإصلاحات وأسباب محدوديتها. إذن بعض نتائج الإصلاحات، لدينا الوثيقة الأولى مقتطف من مذكرة طالب مغربي بإنجلترا في القرن التاسع عشر ميلادي، ثم وثيقة ثانية مقتطفة من مذكرات طالب مغربي آخر بإيطاليا في القرن التاسع عشر ميلادي. من خلال الوثيقتين يمكن أن نخلص إلى أن المغرب خلال القرن التاسع عشر ميلادي استفاد من البعثات الطلابية التي أرسلها إلى الخارج، حيث استطاع كسب كفاءات مغربية وسندت لها عدة مهام سواء كمساعدين لمهندسين أجانب أو تكليفهم بالإشراف المباشر على الأوراش بعد الاستغناء على الأوروبيين. ثانيا، بعض أسباب محدودية الإصلاحات التي عرفها المغرب في القرن التاسع عشر ميلادي. إذن هذه الإصلاحات كانت محدودة نظرا لتضافر مجموعة من الأسباب، منها أسباب خارجية. ولدينا ثلاث وثائق
تبين بعض الأسباب الخارجية التي أدت إلى محدودية الإصلاحات، وأهم هذه العوامل الخارجية تمثلت في عرقلة الدول الأوروبية للإصلاحات بالمغرب من خلال عدة إجراءات، منها تدخل الأجانب في اختصاصات المخزن، حيث تولى الأوروبيين التشريع الجمركي في الموانئ المغربية بهدف الاستفادة من تخفيض الرسوم الجمركية، وأيضا وضع الأوروبيين شروط مقابل تقديم القروض إضافة إلى طلبهم ضمانات لتسديد واجبات السلف. العوامل الداخلية، مجموعة من العوامل الداخلية حالت دون نجاح أو تسببت في محدودية هذه الإصلاحات. أهم هذه العوامل من خلال الوثائق التالية نستنتج أن الدولة المغربية تحملت بمفردها الإصلاحات الداخلية، حيث غابت طبقة اجتماعية من شأنها تبني الإصلاحات وقيادتها، رفض بعض الفئات الإصلاحات بحيث رفض بعض الأعيان والتجار بالمدن خراط أبنائهم في الجيش، ثم عدم خراط العلماء في الإصلاح ورفضهم دون تقديم اقتراحات بديلة من شأنها حتى مجموعة من الفئات على الانخراط في هذا التغيير. إذن من خلال هذه الاستنتاجات يمكن أن نخلص إلى استنتاج عام للدرس، حيث قام المغرب بعدة محاولات إصلاحية لمواجهة الضغوط الاستعمارية الأوروبية خلال القرن 19 ميلادي، لكن الظروف الداخلية والخارجية أجهضت هذه الإصلاحات، مما أدى إلى تزايد الضغط وفرض الحماية الأجنبية على المغرب مطلع القرن 20 ميلادي. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، وشكرا على حسن تتبعكم.